هذه العناصر المتواجده بمراكز معينه. هنا سامح بنقلته عن طريق التماس بشكل ركنيه. حمادي جول 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 جول. الله 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 الله. بعد صيام طويل بعد صيام طويل أقد أذن الهدف، وبالتالي لمصلحة القوة الجوية بلمسة راحت دخلت خشت فاتت بالجول لمصلحة القوة الجوية. حمادي بالمرمى يشهد الجمهور. الله على حمادي، على لمسته، على ضربته، على قوته، على هدفه. الله 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 الله. حمادي يحمد ربه على هذا الهدف اللي سجله. الآن يشتعل المدرج الجوي، اشتعل المدرج الأخضر حمدا وشكرا لله، هكذا يقول حمادي. وبالتالي بدأ الآن العشاق لفريق القيثارة الخضراء بدأوا بنوع من التخوف، لكن لا خوفا على الأخضر، والله يفاجئ دائما. وبالتالي يا ترى الآن هل لمن ستكون هنا أم هناك؟ نعم، فطر حمادي بعد فترة طويلة ولمسته، تقدم، خذها خذها خذها، جول جول جول، خذها. هكذا حمادي القائد الكابتن، هو الزعيم هذا الفريق، هو أسطورة هذا الكرة. سامح ينقلها وسط وصارت قريبة ممكن، محمد قاسم بعرضيته، اقترب، جول 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 جول. الله نقيب ما اخذت دور الرئاسة، وعلى اي كاس لازم لك حراسة، من اللي يقدر ياخذ منك الكاس وانت الناحت بجفك قياسة. الله حمادي براسيته جول، وضعها بمرمى الشرطة، هذا لا يعقل إطلاقا، ما اعتدنا على الشرطة هكذا. وحمادي بلمسته وراسيته وبعرضية محمد قاسم. الله على الاستلام، الله على التقدم، الله على الجول، الله على الجول، الله على الجول. هوبا حمادي يسجل. وصافرة حكم المباراة تشارف المخالفة لمصلحة الشرطة بعرضية، هناك راسية، جول. الله هذا الأخضر عزف، هذا الأخضر سجل. الله القيثارة عزفت، القيثارة عزفت، أجمل وأحلى وأفضل للحان بأقدام هذا الفنان. 1-0 لمصلحة القوة الجوية عندما كان يسمى بالطيران. نعم، وهذه اللمسة وهذا الهدف وهي الجول، وبالتالي شوفوه بالراس جاء، ومهند علي ما لمس الكرة، ميمي ما لمس الكرة، وبالتالي كانت من علاء عبد الزهرة إلى الشباك، ذابت، وحتى ممكن تكون بذكريات نشأة أكرم بعام 2007. نعم، عندما عند المفضل شوط الثاني، جول 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 جول. هذا سارق، هذا سارق، سرقها وما شفناها، وبالمرمى خلاها، والمصلحة الشرطة سجلها. الله 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 الله. شرطوية أرسلت وبالرأس سجلت وبالمرمى راحت، وعبد الزهرة يعود وعلاء يسجل بهدف 23. ليلة حمادي وليلة علاء وما بين هذا وذاك، متعة ما بعدها متعة. الكرة الثابتة، كرار علاء بالراس، وكرة هذه الكرة اللي سجلت، ضربات الراس ترعب الحراس، وبالراس بالراس راحت للجول بالراس، وعلى عبد الزهرة يسجل. يعود أمجد وسط الآن قريبة، حمادي هاتريك، جول 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 جول. حمادي قائد، حمادي قائد، حمادي مهندس، حمادي مهندس، نعم صانع الإنجاز، هو من خطط لهذه الثلاثية بعدما غاب، بعدما اختفى، بعد أن لم نشاهده بالفترة الماضية. الآن يظهر حمادي، نتابع حمادي، يبين لنا حمادي، قائد حمادي بالثلاثية، يضرب، يقود، يسيطر، يقود هذا الفريق نحو الانتصار. الله لمسة، تقدم، عرضية، وسط داخل منطقة الخضر، هوبا 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 هوبا. راحت جول بالمرمى، جول بمرمى محمد حميد، لا يريد الهزيمة حمادي والصقور، بل هم من أجل الثلاثية، ثلاثية النقاط وثلاثية